اهلا بكم اصدقائي الاعزاء، معنا نموذج جميل نماذج تحدي العقل، ابتسامة جميلة وكل شجاعة بتواجه صديقتنا الجميلة الإعاقة بكل شجاعة. احد اصدقائنا من ذوي الارادة مصاب بشلل الاطفال في احد الساقين، نجحت في الحصول على جهاز تعويضي بيساعدها كتير على المشي، بيساعدها إن هي تمشي بصورة شبه طبيعية. صديقتنا الجميلة رغم إعاقتها أم لطفل صغير بتقوم برعايته، قوة إرادتها وعزيمتها بتتحدى كل صعب. ابتسامة جميلة مليانة أمل وتفاؤل وعزيمة وإصرار بتتحدى الإعاقة. الإعاقة الحقيقية في عقول بعض الناس وليست في الأجسام. أصدقائنا من ذوي الإرادة قادرين على مواجهة الصعوبات والتحديات بعزيمة وإصرار.